اهلا مرحبتين بكم في البيانو تك. زي ما وعدتكم اليوم بدي اترككم فيديو على السيرفر ادمنستريشن في الداتا سنتر، فحنحكوا على الراكس، حنحكوا على الراك يونتس، حنحكوا على السيرفرات، حنحكوا على التقنيات نتاعهم. حنفتحوا السيرفرات مع بعضنا ونشوفوا التقنيات وكيف كل شيء يخدم، وفي نفس الوقت نعطيكم زي درس بسيط كيف تقدر تقدموا الدعم الفني للسيرفرات، كيف تقدر تديروا التربل شوتين للسيرفرات لو في اي عطل او حد كلمكم عنده مشكله في السيرفرات هذين، انتم وين تقدروا تبدوا باش تعرفوا كيف تصلحوا العطل او كيف تعرفوا كيف تستبدلوا المكونات العاطله. فخلونا نشوف مع بعضنا. اوكي، حاليا احنا قاعدين في الورشه عندنا، فما تركزوش في المنظر، مش داتا سنتر ولكن كورشه مكفينا. طبعا بما ان احنا موجودين في ليبيا فلازم يكون عندنا بطاريات ومولد، لان للاسف مشكله الكهرباء تفاقمت عندنا. فكنت تركزوا معايا توا، هذا هو الراك، هذا 42 يو راك. فاليو هو اليونت باش نقيسوا بحجم المعدات اللي محتاجين نركبوهم في الراك. فهنا نشوفوا 42، نشوفوا معايا 42 هذا هو اليو، هذا هو اليو، this is a U. فهتشوفوا ان كل سيرفر تلقوا الحجم بتاعه 1U 2U 3U وهكذا. فهذا هو اليوز. عندنا سيرفر موجود حاليا سيسكو MCS 7800، لكن هو عبارة عن ProLiant HP ProLiant DL380. وعندنا KVM وعندنا UPS. فنركزوا في السيرفر الـ DL380. الـ DL380 حجمه 2U، فلو تلاحظوا معايا على جنب حتشوفوا واخذ 2 يوز. في نفس الوقت حتشوفوا في الديسكات من الأمام، وعندنا الجهة هذه اللي يستقبل منه الهواء. فزي ما قلت لكم في الفيديوهات التانيات أن السيرفر ياخذ هواء البارد من الأمام ويطلع الهواء الدافي من الخلف. خلونا نفتح السيرفر مع بعضنا. نجوب نفتحه، نجد أمامنا المكونات للسيرفر. طبعا هو واحد أول يعني واحد جديد على المجال حيخاف شوية، لكن شوية بشوية حنوريكم كل شيء، حنبين لكم كل شيء. فأول ما نبدأ عندنا الفانز. فعندنا نحط plugable fans. حط plugable fans معناها ان نقدر نغيره ونركبه المكونات والسيرفر شغال من دون ما نحتاجه نطفو السيرفر ونغير المكونات. فكيف نعرفه في الـ HP المكونات اللي حط plugable؟ اللي هو اللون الـ purple، اللون الموري الموف. هتشوفوا قدامكم جرافيك لسيرفرات الدل والسيرفرات الاي بي ام. الاي بي ام زي ما تشوفوا في الصوره اللي موجود قدامكم في الوان، اللون الازرق وفي اللون البرتقالي. فعندنا زي ما قلت لكم السيرفر مصمم انه يدخل الهواء من الامام، يدخل الهواء البارد من الامام ويطلع الهواء الدافي من الخلف. فعندنا اول شيء، اول لاين اوف ديفنس نقول اول خط اللي هو الفانز. بعدين عندنا الاوبتيكلز والديسكات كل شيء. بعدين هنا عندنا طبعا هذا في موديل جديد، عندنا الطرف البلاستيكي. طرف بلاستيكي مصمم انه هو لما يستقبل الهواء من الفانز يتاكد انه ما يطلعش الهواء البارد، يمشي للمناطق المحتاج للتبريد نتاعه. فشو محتاج يبرد؟ التو بروسيسورز اللي هو سي بي يو 1 سي بي يو 2. ف سي بي يو 1 سي بي يو 2 هكذا في بلانك، وانا ندخلوا السي بي يو وندخلوا الهيت سينك بتاع اللي هذا. حتى السي بي يو عنده بلانك،
تمام. نفتحه نحن السيرفر، فعندنا طبعا الهيت سينك لاصق في السي بي يو. فشن عندنا احنا هنا؟ عندنا اوكي، عندنا 24 سلوت للميموري. زي ما قلت لكم فرق بين الديسكتوب والسيرفر، السيرفر نقدر نضيفه عدد كبير من الميموري. فال24 مقسم الى 12 لكل بروسيسور. زي ما شايفين عندنا واحد، عندنا السلوتس موجودات هنا. فانا زي ما تشوفوا عندنا 2 ميموري كاردز، ميموري سلوت، 2 ميموري كاردز محطوطين في جهه البروسيسور الموجود فعليا. فهنا لما تخطوا البروسيسورز عندنا الباور سبلايز، عندنا 2 باور سبلاي. حتى الباور سبلاي هو بلوجبل، واللون زي ما ذكرتكم اللون هو الموف. وهنا عندنا البي سي اي سلوتس. بي سي اي سلوتس نقدروا يا اما ندخلوهم تالي او نطلع البورد بالكامل. طلع البورد ويكون موجود عندنا كل شيء. في نفس الوقت عندنا مكون جميل جدا اسمه الايلو. الايلو يعطيك الإمكانية انكم تتحكموا في السيرفر وهو مطفي او هو والع طافي، يعني تتحكموا في السيرفر وكأنكم موجودين فيزيكلي موجودين امامه. فعن طريق الايلو، طبعا الايلو فيه توصيلة ثانية في النتورك غير النتورك كارد واي بي ثانية. عن طريقة عندكم الديفولت نتورك سيتنز، تدخلوا اليوزر نيم والباسورد وتستطيعوا انكم انتم تتحكموا في السيرفر وهو والع طافي مطفي ما فيش اي مشاكل. في نفس الوقت عندنا في الموديلات الجدد، من موديلات من الجي 6 واطلع، فيهم الاس دي كارد سلوت. الاس دي كارد سلوت مصمم انه لو عندكم 64 جيجا كارد ولا 128 جيجا كارد تدخلوه في السلوت وتقدروا تركبوا عليه الاوبريتنج سيستم، والديسكات الديسكس من الامام تقدروا تخلوه ستورج فقط. اوكي خلونا نوقفوا هنا. الديسكات هوت بلاجبل صح ما فيهمش اي مشاكل، لكن لما تغيروا الديسكات لازم تاخذوا الحيطه والحاضر مع الديسك كونفيجريشن بتاعها او الريد كونفيجريشن. فشن هو الريد يا ونيس؟ الريد هو redundant array of independent or زي ما كان يقولوا زمان inexpensive disks، يعني مجموعة من الديسكات. يعني ناخذ مجموعة ديسكات ونطلع منها ديسك واحد او نطلع منها اكثر من ديسك افتراضي logical disk. من زمان كان يقولوا inexpensive disks لأنه كان يعطينا الإمكانية إن إحنا نجمع الديسكات ونطلعوا نطلعوا أحجام من الديسكات، كان وقتها غالي جدا. لكن توا نحكو نركزوا أكثر في الإندبندنت ديسكس، يعني عندنا أكثر من ديسك فيزيكال يعني مفتركين عن بعضهم ونطلعوا فيه منهم في لوجيكال ديسكس. الريد كونفيجريشنز عندنا أنواع طبعا. عندنا الريد زيرو. الريد زيرو معناه ناخذ أربع ديسكات مثلا ونطلعوا منهم ديسك واحد. فشن بيدير؟ بياخذ المعلومات نتاعكم ملفات ال 01 ال 010101 بيطلع الاربع ديسكات هذينا، بيتوزع الملف واحد بيتوزع على اربع ديسكات. فشنو المشكله هنا؟ مشكله لو انت طلعت ديسك واحد منه الريد كله يخرب. فلما نجول الهوت بلاجبل وعندنا عطل في الديسك ما نقدروش، الداتا كلها ضاع علينا، كما عندناش باك اب كل شيء ضاع لانه قاعد على ريد 0. الريد 1، الريد 1 يسمو فيه ميرور كونفيجريشن، يعني مرايه، في ميرور للديسكات نتاعكم. يعني لو عندنا اربع ديسكات مع الريد 1 حيحول ديسكين، يعني لو عندنا 400 جيجا الريد 1 حيكون 200 جيجا. ال 200 جيجا الثانيات يقعدوا كباك اب. ففي حال انك انت الديسك الاول صار في عطل او الديسك الثاني صار في عطل ما فيش مشاكل، عندكم الميرور قاعد. لو عندكم 8 ديسكات معناه الريد 1 حيقسم 4 4. فلو عندنا عطل في الديسك الاول والثاني والثالث ما فيش اي مشكله لان عندنا الميرور موجود.
لكن في نفس الوقت لما تبدلوا الديسكات تبدلوهم ديسك ورا ديسك، يعني ما تاخذوش اربع ديسكات مره واحده وتغيروهم، لان حتصير عندكم مشاكل. عندنا الريد 5، الريد 5 فيه الباريتي ديسك، يعني لو عندنا احنا خمس ديسكات الريد 5 حياخذ خمس ديسك، الخمس ديسك حيكون فيه الباريتي انفورميشن للديسكات هذينا، فلو صار في عطل حياخذ معلومات من الديسك الخامس. شو معناها؟ معناها لما يصير عندنا عطل او نحتاج نستبدل الديسكات نقدر نستبدل الديسك واحد، يعني نستبدل الديسك واحد نتاكد انه هو صار منه تمام بعدين نمشي الديسكات الثانيات. لكن مع الريد 5 اصلا لو صار عندك عطل في اكثر من ديسك في نفس الوقت ضاع عليك الريد، ضاع عليك ضاع عليك ملفات. ريد 6 ريد اي دي جي ادفانسد داتا جارد حيكون السادس والخامس هما الباريتي، فالسادس والخامس عندهم نفس المعلومات يعني عندهم معلومات بحيث انه لو صارت اي عطل في الديسكات الاربع يقدر يعوض المشكله. فشو معنى ان لما نستبدل الديسكات ولو يصير في عطل نقدر نستبدله ديسكين في نفس الوقت. فتو فهمنا الريد، فهمنا كيف نقدر ندير هوت بلاجبل ريبليسمنت للديسكات، وكيف نتاكدوا ان الهوت بلاجبل نقدر ندير مع الريد كونفيجريشن تاعنا. فخلونا نكمل. اوكي، ف هذا دي ال 160 جي 6، الدي ال 160 جي 6 في فرق كبير طبعا، اقدم من الجيل الثامن. فحتلاحظوا انه فيه حتى هو فانز، لكن فانز مش هوت بلاجبل اول شيء، مش بسهوله انك انت تبدلوه مثل الثاني. في نفس الوقت حتى تكنولوجيا تقنيه الديسكات اقدم. ف طلعوا حنشوفوا في فرق كبير. اوكي، ولكن في نفس الوقت التكنولوجيا تقنية الهوت بلاجبل ما زال موجود. فعلى أساس فمضيفين كولنت تري نفس الشيء لتبريد البروسيسور، موجود عندنا بروسيسور 1 وبروسيسور 2، وعندنا سلوتس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 تمام، وعندنا 1 باور سبلاي، وعندنا يمكن عندنا فيش إمكانية نضيف باور سبلاي تاني، هو 1 باور سبلاي والباور سبلاي مش هوت بلاجبل. ف ندخل توا في الجرافيك الموجود امامكم، حنشوف الفرق بالنسبه ل HP في برولاينت برولاينت سيرفيس، حتشوف الفرق في المودلز. فلما نحكوا على مودل 160 او 120 تاكدوا ان المودل حيكون نفس الحجم هذا ال 1U. فالفرق بين 110 120 160 هو فرق في التقنية الموجودة في الداخل. لو قلنا 180 حتشوف ان التقنية احدث وحتى امكانياتها اكثر من 160 120. انت والميزانية تاعك. لما نطلع لل 300 نحن هكي وال 300 وصلنا ل 2U servers. بعد ال 300 في 500 واطلع. عندنا 580 585. وعلى سيرة ال 80 وال 85، لما تشوفوا الموديل في ال HP نهايته صفر، أو راح نقوله DL 380، ال 380 يرمز أن البروسيسور اللي موجود في السيرفر Intel. لو كان السيرفر DL 385 معناه البروسيسور الموجود في السيرفر AMD مش Intel. فلو تشوفوا نهاية كل موديل 5 معناه AMD. في نفس الوقت نفس حتى الفيديو في الأجيال البروسيسورز للبروسيسور جينيريشنز نفس الشيء مع البرولاينت، يعني ما يجيكش ما تخلوش حد يبيع لكم برولاينت جي 6 بنفس سعر برولاينت جي 9 او جي 8، لأن في فرق كبير في التقنية وفرق كبير في الاداء البرفورمانس. اوكي، فتو عندنا فكره بسيطه على السيرفرات البرولاينت ال HP برولاينت، واعطيتكم فكره على الهوت بلاجبل تكنولوجيز بالنسبه للاي بي ام او بالنسبه للديل. كل السيرفرات تو حاليا عندهم هوت بلاجبل تكنولوجيز، لكن لو عندنا مشكله في السيرفر محتاجين نديروا له تربل شوتنج او محتاجين نقدموا دعم فني، وين نبدو؟
فلو عندنا ايرور في السيرفر او السيرفر يدير في صوت بيب او القسم كلموك وعنده مشكله في السيرفر ف وين نبدا؟ زي ما قلت لكم اول شيء تركزوا في المونيتورنج سكرين الموجود امامكم ال LEDs. اوكي فخلونا نجربوا نحن شنو يصير لو اطفاء الكهرباء على واحد من الباور سبلايز، هل حيعطينا شيء نقوم به بالتروبل شوتين او سبورت او لا؟ راح نلاحظوا الان ان الباور سبلاي عنده اضاءه. بالنسبه للاتش بي كل ما تفتحوا السيرفر وتقلبوا الكفر حتجدوا امامكم جميع المعلومات اللي على السيرفر، معلومات عن المكونات، معلومات على السيستمز انسايد ديسبلاي LEDs اللي قلت لكم عليها LEDs للتربل شوتر. في نفس الوقت في حتى موجود اللي هو مهم جدا اللي هو الديم كونفيجريشن DIM كونفيجريشن، الممارسات المفضله او الستاندرد كونفيجريشن للميموري حسب البروسيسور. نشوف بروسيسور 1 بروسيسور 2. طبعا الشيء مهم اللي بتاكدوا منه انكم لو دكتور ترابل شوتين او دكتور سبورت او دكتور حتى ابجريد لازم تتاكدوا من البارت نمبر، لازم يكون نفس البارت نمبر المطلوب والمكتوب على السيرفر ويكون كومباتبل معه. بالذات لما نحكي في موضوع البروسيسور والميموري لازم تشروا البروسيسور والميموري حسب البارت نمبر المتوفر. طبعا مش تعرفوا معلومات اكثر على السيرفر بتاعكم عندكم ال HP Quick Specs، تقدروا عن طريق ال HP Quick Specs تعرفوا جميع المكونات اللي compatible مع السيرفر الخاص بيك. فباش تعرفوا معلومات اكثر على السيرفر بتاعكم ننصحكم تخش على HP Quick Specs وتدخلوا رقم الموديل للسيرفر الخاص بيك. وطبعا عن طريق الكويك سبيكس تقدروا تعرفوا البارت نمبرز الكومباتبل مع السيرفر بتاعك من ناحيه الميموري، من ناحيه البروسيسور، من ناحيه كل شيء، من ناحيه الباور سبلايز والبي سي اي كاردز، باش تتاكدوا ان لما تعملوا ابجريد او تعملوا تربل شوتنج او سبورت او استبدال لاي مكون من مكونات السيرفر يكون هو المكون الصحيح. فخلونا تو نراجعوا مع بعضنا. لو عندنا مشكله في السيرفر ستيب 1 ال LED checks نعرف المكون العاطل، ستيب 2 نفتح السيرفر ونشوف المكون وين، لو كان هات بلاجبل 100% نستبدل الطرف المكون العاطل وخلاص، لو كان مش هات بلاجبل حنحتاجه نغلق السيرفر نغلق المنظومات المركبه عليها ونقوم بعدين باستبدال المكون. كيف نستبدل المكون؟ عن طريق زي ما تشوفوا امامكم ستيكر اللي موجود على المكون نفسه اللي مكتوب فيه البارت نمبر، او تدخلوا على HP Quick Specs او تدخلوا على ريد بوكس او تدخلوا على السبيسيفيكيشنز خاص بالسيرفر بتاعك لو كان IBM وديل او HP وتعرفوا البارت نمبر الكومباتبل البارت نمبر المصمم للسيرفر بتاعك، مش بعدين ما يصيرش عندكم اي مشاكل. اوكي ان شاء الله استفدتوا. طبعا كالعاده لو عندكم اي مشاكل، عندكم اي استفسارات، اي حاجه ما فهمتوهاش في الفيديو، اي حاجه عندكم في العمل فيها مشكله في السيرفرات ولا في الستورج ولا في الديسكات، ما تنسوش تدوا لي كومنت تحت او تبعثوا لي على الايميل بتاعي ونحاول نساعدكم في الموضوع. تشاو.